من 100 سنين ويعني من الأساس الأديرة إلى دور كتير مهم بنقل المعرفة واللغات والثقافة وكل الأشياء. اليوم الأديرة كمان إلى دور كتير مهم بتقنيات أشياء بيحضروها، أكل، مأكولات، أشياء ما بقى كتير ناس بتعملها غيرهم. اليوم بمشوار، صباح الخير أنتوني، هاو ار يو؟ اليوم عملت مشوار على دير بكسروان بالزوق، اخترت دير بيشتغل، كانوا يشتغلوا الرهبات فيه اشياء يدويه، اشياء يحضروها واشياء ما بيعرفوا يعملوها غير كم 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 حدا. بلشت القصه ساعه طلعنا صورنا حلقه الزوق، صورنا حلقه الزوق، فتت على الدير، تعرفت على رهبات دير سيده البشاره وحسيت شيء تقلك المزبوط ما حسيته قبل. طلبت من سور نادر، هي رئيسه الدير، اذا بتستقبلني لعندها قضي نهار. كانت شوي الفكره غريبه لانه ما بحياته حدا فات ورا حصن الدير، ما بحياته حدا فات على قلب الدير، ما بحياته حدا اشتغل جوا. وقررنا انه نقضي نهار سوا 12 ساعة بالدير، من الساعة 8 على بكرة للساعة 7 عشية. صليت معهم، اكلت معهم، وتنفرجي بالاخر انه كيف رهبت هذا الدير. هن كل نهار بين صلاة وبين عمل كيف بقضوا نهارهم، تظهر من عندهم بتحس انه الدنيا لها قيمة غير بتكون في اشياء مش مفكر فيها، بتكون انت مركز على الشغل وعلى التليفون وعلى السوشيال ميديا كل الوقت، وفجأة بتوعى انه الدنيا احلى بكثير من هيك. الحياة رح نعيشها 80 سنة اروق بكثير من كل هالستريس اللي عايشين فيه، ورح تشوفوه كلهم بالريبورتاج. لكن هذا الريبورتاج رح يكون فوكس على ذوق، رح نشوف تجربتك مع هالرهبات، في غير شيء رح نشوفه لازم نتوقعون، لازم نحضر حالنا لقلون. رح نتعلم كتير من نهار كامل 12 ساعة بالدير مع رهبات. مشوار لكن على الزوق. أهلا فيكم للمرة الثانية عنا بدار سيدة البشارة لرهبات البصريات الشعيريات. نحن دارنا مؤسس للدار اللي انتم موجودين فيه واللي اليوم رح تعيشوا، وحاسة وحبيت الفكرة وبهنيكم عليها. جايين تعيشوا نهار مع الرهبة. الرهبات معروفين بالمدارس، يمكن معروفين بالمستشفيات، بس مش معروفين بالإدارة. لمن بيكونوا بالإدارة ما عندهم مهمات تربوية أو أي شيء إداري براني، كيف بيعيشوا؟ كيف بيعيشوا نهارهم؟ كيف بيمضوا؟ كيف بيجمعوا بين صلاتهم وعملهم؟ لأن الحياة الرهبانية هي جمع بين الصلاة والعمل. حبينا نجي نقضي معكم نهار من القداس على بكرة لحديت ما يروح الضوء. شو رح نعمل بالنهار اليوم؟ القداس قدسني ونحن هلا بأيام الصيام، فبنعتذر عن الترويقة مثل ما بتعرف، ولكن فينا نكمل نهارنا بأشغالنا اليدوية اليومية. وطينا راسنا تنفوت، ليش؟ لأنه البواب كانوا يعملوها واطية تيعلموا على التواضع. بخلال حياة المحصنة الرابي ما كانت تقابل أهلها، فكانوا يجوا يقعدوا هون والأغراض اللي يبقوا جايبين لإياهم بحطوا لإياهم بالدولاب وتاخدهم، وهي إذا بدها تعطيهم شيء، لأن كنا مشهورين بالمرصبين، كمان بهذا الدولاب يحطوا ويتبادلوا الأغراض بين بعضهم. حلم بعد بيت هيك كل هول هيدا مبروش من ايامه، من اي اكيد. بس يجي حدا وبدهم اوعيته لراهبه بياخذوها، تنقول في راهبه دقتها دقه بيعملوا لها بيضلوا يدقوا تتجي. هيدا الناقوس بيعطي نغمه موسيقيه، يعني كان في عنا راهبه الله يرحمها اول ما فتح الدير على مكان بعدها تقعد من وقت للتاني لحسب الاجتماع اللي عم تدعينا له، يبقى في نغمه موسيقيه تعملها لانه بيدقوا وبيمشوا فيه، بيصيروا هيك 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 يمشوا نهار ومن هون بحسها تعطي دقه موسيقيه ناعمه. انا الاخت مقسيم عجوب من راس بعلبك، جيت على الرهبنه وكان في عندي من انا وبالضيعه محبه للليتورجيه لانه عندنا دير قديم كثير براس بعلبك.
عملت تيز دكتوراه تروحها بالدكتوراه بالليتورجية، خاصة الليتورجية البيزنطية. قد ايه صار المخطوطات عندكم؟ نحن من تقريبا من أول مخطوط 1609، يعني من أوائل القرن السابع عشر موجود عندنا بالدار. كان الدار بيت محصنات، كان يستقبلوا ناس سواح يجوا عنده. اجت وحدة أجنبية اسمها مار صديق، مار فيها اسم اسبانيولي، قعدت لقيت أنه ربيت عندهش مدخول وعندهم لوز كتير بالجنينة ومدخولوا منه، وقالت مادام عندكم لوز تعوا لعلمكم أكل حلوة تستفيدوا منها وطيبة. اجت علمتهم، صار بس راحت شو بدهم يسموا، صار يشتغلوا وبيعوا وبسط شو بدهم يسموا، ايه بدنا نسميه على اسم المرة اللي راح يسموا مار صديق على اسمه. ما تعلمكم شي طبعا سموه انطوني. شوف عندك طبخة تعرفها نسميها انطوني. ايش علي بونجور. بونجور. خبريني شو عم نعمل هون. عم نعمل للبدلة قطع البدلة الكنيسة. كل قطعة مثلاً مثل تير بالأبورة شفيرون هون قديش بدها وقت؟ حسب هي تقريباً جمعة تاخد أسبوع. كل التريز بيعمل هون؟ ايه بنعمل هون. حتى هون؟ وحتى هون الأشياء كلها. جيت لهون حبيت فن الخياطة للرهبات مش للعلمية. تعلمت الخياطة على مدام سلوم مدام سيلفا ببيروت، صرت خيط للرهبات، خيطت للرهبات كل ولا رهبة إلا بخيط، طلعت طوبين وثلاثة وأربعة، خيط بالليل وبالنهار بالليل يا قلب يسوع الرحيم ارحمنا، يا قلب يسوع الرحيم ارحمنا. قطعة قماش منسميها أنا لافوس، هيدي بس نكون عم نندر الندورات المقبدة بلبسونا إياها مع الصليب، لأن نحن ما منلبسهم إلا عن ندر المقبد. فيها ذكر للندورات الثلاثة، الفقر والعفة والطاعة، فيها الصليب، فيها صورة الموت اللي بتقلنا إنه العالم فاني، وبالنهاية من يحمل الصليب هو اللي بيرجع بالفعل بينال الحياة الأبدية. بلبسونا إياها منلبسها للظهر بشكل صليب مين. بس فتنا عند الدير كانوا يحبوا يعلمونا كل شيء. بعد ما نخلص من حصص الدروس يديرونا على أشغال البال دير. نخلص أشغال الدير يعينونا وقت للشغل اليدوي. والشغل اليدوي من كل أنواعه، من بنتير، من كروشي، من أشياء كثيرة تطريد إلى عندنا. في عنا الزيتون اللي منشيل منه زيتوناتنا طبيعي وزيتاتنا، عنا الشجر الموز اللي عم نعتني فيه صرنا أكثر، عنا حمضيات كتير. شو الوردة بالجنينة؟ أنت عمل الوردة؟ وأنا بيها. يعني أنا صرت عاملة حوالي 13 غطا مذبح. بحب إني أخلق شيء، وهذا الشيء مش مني، ربنا عطي بيعطيه لكل إنسان. بحب إني اخترع شيء. هلا بتشوف شغلي، شغل إيدي أنا، ما وما حدا علمني. ماذي هالدنيا مش مقر، هالدنيا ممر، صح؟ وكلنا رايحين، صح؟
ميرسي. طيب ميرسي لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. كعك السيامة طحين وزيت وليمون وبيكنج باودر. بلفها هيك؟ ايه. لا لا بتعمل بإيدك. ايه بعدين بنلفها هيك. كيف بدنا نعمل ما تلزع ايدي؟ بتحط نفتحين. بتحط نفتحين. نرجع بنعيد. اشتغل عندك. لا بالعكس زبطت. ايه يلا كمل الزينة. كنت عم بمزح. يلا بعد في اثنين. حيلا حضر حيلا كروم عائلة في شو يقطع. يعني من حيلا طيب من برا من فرنسا من ايطاليا من الأردن من سوريا من تركيا ما بتفرق معنا. بفقشو شوي صغيرة عن الطرف وبنزل بتضل البروة بإيدي. بنحط خل لأنه أولاً بيشيل ريحة الزنخة، بعدين بيساعدنا لحتى نيجي البيض ينشف أسرع وبيعطيه صلابة أكثر. فإذا دائماً بنحط ألوان غامقة بالباز وبعدين بنطلع بالألوان الفاتحة، لأن هذا كمان من اللاهوت الأيقوني واللي بيعطيها رمزية لاهوتية، إنه من الظلمة خرج نور. دهب شو بيرمز؟ دهب. كل الناس بفكروا إنه الأيقوني نحن بنحط لها دهب حتى يصير هيك في عندها أكثر فالور، بس هو مش الفالور المادي اللي هو مهم بالنسبة لنا بالنسبة للذهب، الفالور المعنى مثل ما قلنا انه كل شيء له سيمبول، السيمبول تبع الذهب انه هي اولا هي رمز للنور الالهي، ثاني شيء بيخرج الايقونة هي نحن قلنا شيء خارج عن الزمان وخارج عن المكان، يعني الذهب لون الذهب هو بيطلع الايقونة من الاطار المكان اللي هي فيه، صرنا بلا مكان بمكان حضور الله. سكر وبصفير بس.
وحامر. دوقها. ايه نبرشها، نشيل منها الاشياء، نغسلهم ونبرشهم، بعدين بنقطعهم نسلقهم ونرجع بنحليهم، بس يحلون يزينوا نحطهم على النار تقبل سكر. كيلو كيلو، بعدين نحطهم الشقف ليمون حامر، حامر نسوي لنا نحطها معهم. بس يقطروا يصيروا هاي. ما هو لكم مش لحالها. بتبيعون ولا لكم؟ بدك اعطي لك بالتنبيه. مش مجرب طعمة الليمون المقطوفة دغري، مش مجرب شيء بحياته. هو جيت للحق، مش القضية بس نكهة ليمونة، القضية قضية راحة نفسية جوانية بتخليك تستلز بكل شيء عم تعمله. صح؟ اكيد. هيدا الرواق، هيدا هيك بخليك تحس انه عن جد يا ربنا شو عطيتنا وكتر خيرك. شو بدك؟ كم مرة بدي عيد من عبكرة عم نبرم رواق ضحكة على وجهي بعد ما راحت، عضل وخدود قد ما عم بتضحك من على بكره. يا ويلي. وكل شيء بنهاركم الحمد لله. عن جد بيطول العمر. كتر خير الله. هلا فينا نرجع بالطريق. خبرنا عن البقرة، أول شيء قديش عمره؟ عمره بيكون شيء 5 سنين أو 6 سنين أو 4 سنين. حسب. كم مرة بتحضر البقرة بالنهار؟ مرتين. شد نزول. لا النزول بصير كثير بتنقطع. قبل العصر. اوكي. اذا فرقت بس انت اذا شد بصير تنقطع الرسالة. شايف جبنة احلى من هيك؟ بابا فرانسيس الذي ببساطته ووداعته وتواضعه يذكرنا بأن كل أخت هي رحمة. كل أخت إلي أنا هي رحمة. شو بينقال بعد أكثر من هيك؟ محبة، سلام، سلام داخلي أنا حسيته اليوم 12 ساعة بدير سيدة البشارة مع الرغبات، ضحكة على وجهي من عبكرة، نهار غير لي حياتي، نهار بيتطورخ، نهار بياخد العقل، تغيرت وجهة نظري للحياة، وإن شاء الله كون حسستكم ذات الشيء. ان شاء الله هذا الريبورتاج يكون عطي غير 1% بحياة الناس اكثر قد ما غير لي بحياتي. يعني الاشياء اللي تعلمتها يعطيهم العافيه السيدات المميزات هالرهبات اللي بتكرس حياتها بس للشغل. وانا فكر بس مرصبين بعرفها من وقتها صغير من عندهم، ولكن شو هال ديمنسيون كلها سوا اللي عايشينها اليوم. ما بقى يلحقوا يعني مرصبين العالم الا اذا حدا عباله يعني بيعرفوه بيجي لعندهم بيعملوا بس على عيد سيدة البشارة، عيد البشارة مرصبين. ما بقى يعملوا جبنة للعالم الا اذا عن جد حدا بيعرفهم. رجعت معي يلي شفناه بالريبورتاج، يلي شغل ايديهم للرهبات تبع الايقونات والمسار اللي عملت المسبح. فعن جد ان شاء الله يكون هذا الريبورتاج اثر فيكم قد ما اثر فيه. نحن مثل ما فهمت انه في عندك جاتو اليوم. عندي سيربريز. نحن عندنا قديش بعد عندنا وقت بالضبط؟ عندنا بعد دقيقه بتصور. بهالدقيقه بدنا نعيد صور. رانيا بدك تعيدي معنا؟ بدك تيجي تعيدي معنا؟ يعني انت عزمتيني على الرقص، انا عم بعزمك على الاكل. نحن اليوم عم نعيد رابع سنه نو جارليك نو انيون. صار لنا 4 سنين بلشنا بالويب سايت، رجعنا عملنا ذا بوكس العلبه تبعنا، رجعنا عملنا سوق الاكل الستريت فود ماركت يلي اليوم بيمر مخيل. اذا حدا اذا عبيلكم تنزلوا تلاقونا. رجعنا عملنا ذا فودي ستريل، هالجولات اللي عم نعملها بطرابلس اليوم، ورح نرجع نبرم على كل لبنان تناخذ العالم يزوروا لبنان. ودولتشي اند بانانا
حبت تهدينا اليوم هيدا الكيك تنعيد سوا رابع سنة. فألبير إلك. أنا شو خصني أنا ما بدك تقص أنا ضيف. هيدا الكيك معمول باستا ميت بولز. لا إذا في عيد نو غارليك نو أونينز أكيد بدي إلك مبروك وإن شاء الله بالعمر المديد والطويل إن شاء الله نقدر نكفي اللي عم نقدر يلي عم نعمله صار لفترة وكل شيء عم نشتغل عليه يلي ما بيعرف تخبركم كل شيء عم نشتغل عليه هو أساسه هدفه واحد نحبب الناس بلبنان. هيدي أحلى قطعة جاتو لليوم. ميرسي سارة على هذا الجاتو. ثانكيو لانه تذكرتي ثانكيو فيري ماتش انتوني ميرسي. نحن رح ناخذ وقفة ونكمل ام تي في لايف. بدك تلبسها طيب أول شيء. يا لحظة ستوب اوكي ميرسي الكل لا مش طيب جنون اوكي